إن شاء الله راح نتكلم عن سرطان المعدة. طبعا سرطان المعدة من أخطر الأورام. سرطان المعدة السرطانية، لأن جدار المعدة في حالة حركة في معظم الأوقات، وطبعا يفرز جدارها أحماضا وانزيمات هاضمة. يعتبر عسر الهضم انذار، يعني الانذار المبكر للإصابة بسرطان المعدة، ومع مرور الزمن يزيد عسر الهضم وتشتد يعني الآلام، ويصاب المريض يعني بالأنيميا الناتجة عن نزف الدم من الورم السرطاني، ثم يفقد المريض الشهية للطعام، وقد يتقيأ وخاصة يعني في الصباح عند الجلوس من النوم. وأيضا ممكن ينزل قوة الدم عنده، تقل مستويات الدم، ويحتاج إلى حديد لتعويض قوة الدم. وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. وإلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.